أهلا بيكم في أول حلقة من تطور علم المحاسبة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول بداية ظهور المحاسبة. لو بتفكر تفتح مشروع تجاري او حتى كنت في بداية حياتك العملية، فانت لازم تعرف ان انت لازم يكون عندك مهارة المحاسبة. مهارة المحاسبة نفسها مش هتوفر لك بس الارقام او حتى تسجيل العمليات المالية بتاعتك، لا، المحاسبة هتوسع افكارك وهتوسع من عملية التخطيط للمستقبل عشان مشروعك يستمر. والمحاسبة هي علم قديم جدا، لازم الإنسان منذ بداية ممارسته للأنشطة المختلفة اللي كان بيحتاج فيه لبيان يوضح جميع المعاملات المالية اللي كانت بتتم وقتها. خلينا أقول لكم إن المحاسبة نفسها ظهرت في عهد الإغريق، وكانوا ساعتها بيشتغلوا بالقيد المفرد، يعني قيد من طرف واحد، وده كان بيؤدي إلى صعوبة كبيرة جدا في إن هم يحددوا صافي الربح، خصوصا مع ظهور الشركات ومع تطور الأعمال وقتها. أما تاني عنصر معانا، فايدة المحاسبة منذ ظهورها. لو اتكلمنا عن تطور المحاسبة التاريخي واللي لازم ظهور الكتابة، فاحنا هنا هنمر بمراحل تاريخية كبيرة. أهم المراحل دي هي تكوين أبحاث ودراسات للإطار النظري لعلم المحاسبة، وكمان تطور وظيفة المحاسب نفسه. كمان أدى التطور التكنولوجي اللي موجود والتطور التقني إلى ظهور فروع لوظيفة المحاسب نفسه. وآخر حاجة النهاردة معنا، تطور المحاسبة التاريخي. احنا هنا بنستعرض ازاي ان التطور التكنولوجي والتقني أثر على وظيفة المحاسب، وكمان أثر على تسجيل العمليات المالية نفسها وعملية الإفصاح المحاسبي. الإفصاح المحاسبي بكل بساطة هو أني أوصل لجميع المعلومات اللي تخص النشاط بتاعي وأسجلها، وأوصل في النهاية للقوائم المالية اللي بتساعد متخذ القرار على أول حاجة تحديد وضع الشركة المالي، تاني حاجة إن هما يتخذوا القرارات السليمة والصحيحة اللي هتفيد النشاط وهتفيد المنشأة بتاعته.